في قصر الثقافة في مدينة رام الله وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رام الحمد الله، أحيت جامعة الاستقلال الذكرى 50 لمعركة الكرامة، والذكرى 62 لاستقلال الجمهورية التونسية، والذكرى 6 لتأسيس فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية بحضور رسمي وشعبي. رسالتنا في هاي هي تمثل الوحدة العربية. عندما اتحد العرب هزموا إسرائيل في معركة الكرامة، ولأول مرة بعد هزيمة 67، وأيضا تونس الحبيبة هو يومها الوطني، وبالتالي أحببنا في جامعة الاستقلال أن نقول لكل العرب إذا كان يدنا واحدة وموقفنا واحد وقرارنا واحد لا يمكن لأي أحد أن يهزمنا. هي مبادرة نبيلة وذات معاني غزيرة من جامعة الاستقلال، وهذا ليس غريب على معالي الدكتور توفيق التراوي رئيس مجلس إدارة الجامعة، بأن وحد الذكريات أو الاحتفالات الوطنية لثلاث دول عربية، وهذا رمز أن يتحد ثلاث دول عربية في ذكرياتهم الوطنية في على أرض فلسطين، وهذا مرة أخرى أن فلسطين هي جامعة لكل الدول العربية والشعوب العربية. الحفل تخلله عروض ولوحات فنية وفلكلورية وتراثية قدمتها فرقة الاستقلال مجسدة الأصالة الفلسطينية والوحدة الفنية العربية والفلسطينية بمشاركة الفنان الأردني توفيق الدلو. أول شيء بهنئ تونس بعيد الاستقلال، وبهنئ الأردن وفلسطين على يوم الكرامة. طبعا هذا يعني هو احتفال ونصر مشترك بين فلسطين والأردن، وبدي أشكر جامعة الاستقلال على استضافتي بهذا الحفل الضخم. شكرا لكم جميعا. المشاركون في الحفل طالبوا بضرورة رص الصفوف والوحدة السياسية والشعبية على الساحتين العربية والفلسطينية لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالمنطقة. هنا على أرض فلسطين ثلاث رايات تعانقت من تونس الخضراء مرورا بأردن الكرامة، وعلى بعد أمتار من أولى القبلتين تجسدت الوحدة العربية على طريق الاستقلال وكنس الاحتلال. من قصر الثقافة في مدينة رام الله، وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.